فانا هنا اقول لك ايه، الاب الذي لا ينفق على ابنه ممنوع انه يشوف ابنه. انت لو ما بتدفعش يعني انا مش هتصعب عليا. انا غير متفق، انا غير متفق. ما تجيش تسيب ابنك اغلى ما اغلى حاجه في حياتك. ده سيدنا النبي يقول لك ايه، رحم الله والدا اعان ولده على بره. جميل. يعني هي كلمه حق. جميل. لا انا مع مع الزوج ولا انا مع مش عارف يصرف، ايه علاقه انه ما يشوفوش؟ لا 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 لو قادر يصرف يا فندم، لو قادر يصرف وبيمتنع يعني ايه، لو عليه كل العقوبات. لكن ما يجيش النهارده اب معتر يا فندم، اب معتر ده كلام ما ياكلش. يعني انا ذنبي ايه ان انا ابويا؟ امال خلفتني ليه لما انت يعني غير ثانية واحدة يعني هو دلوقتي الابوه بفلوس، انت معاك فلوس هوريك. لا ده اللي احنا شفناه زي الفيديو اللي احنا شفناه. هو انا هحبك ببلاش؟ هقول لك الفيديو الطفل اللي قال لابوه هو انا هحبك ببلاش؟ لا يا حبيبي خلاص، ما هو ده زائد في المجتمع. ده هينطقنا، ده هياخدنا المنطقه يبقى بنهرج. ليه؟ انت اتجوزت يبقى انت راجل كامل الاهليه، اكني عايز تقنعني انك تتجوز وتجيب لي 7-8 عيال ولو معصر ترميهم للام في الشارع ولو معصر هي، وبعد كده انت جاي تقول انا ما شفتش. ولو العكس صحيح، احنا بنقول اهو يعني اذا اردت لا. ان تطاع فامر بما هو مستطاع. يا فندم يا فندم، احنا النهارده شهر 2، شهر 4 جاي وعندنا جمعه اليتيم. النهارده الدوله بتسمح ان اي اسره النهارده تكفل اي طفل يتيم. اكفل طفل يتيم وادخله مدرسه ويعيش معايا واصرف عليه، لكن ابني غير مؤتمن عليه باي حق وباي منطق. النهارده حتى وزاره العدل لما طلعت قالت ربطت الاستضافه او الاستحاب بالنفقه. يعني الاب اللي ما بيدفعش قالوا ما لهوش استضافه. النهارده انا بحرم الطفل، انا بعاقب الطفل. لا لا لا، هو انا لما امنع الاستضافه هو انا لما امنع الطفل من الاستضافه، لما امنع الاب من الاستضافه، هل كده انا بعاقب الاب ولا بعاقب الطفل؟ لا. ما هو الطفل. لا لا لا، هو انا بعاقب، هو انا لما اصرفش على ابني. يعني انا عندي حاله مش هقول لك في انهي محافظه، انجب 5 اطفال رماهم في الشارع لامهم، احنا بنديهم من صدقه المساجد. ما هو لو رواهم مش هيطلب يشوفهم لانه قلبه جامد. يا فندم بص، عشان بس نتكلم بصراحه، هو انت جايه دلوقتي عشان اقول انا الولد ده بعاقبه ايه؟ بعاقبه ان انا خرجته للدنيا لا ادفع له مصاريف مدرسه واسيبه حافي ولا اصرف عليه ولا اعيشه مستواه ويبقى جده رجل اعمال واهله كويس؟ هنعاقب الاب لو معصر؟ عشان الحلقه خلصت بنقول في حاله مش مقتدر ونفسه يشوف ابنه يشوفه. بس الواقع يعني انا لو عايش مع ابني في بيتي، انا لو عايش مع ابني في بيتي وحصل لي ظروف ماديه صعبه يحرموني من ابني؟ يعني لا طبعا، انا هسيب ابني. حصل لي لو سبت شغلي، لو سياحه، لو بشتغل في السياحه والسياحه وقعت ايا كان الظروف، مش بفلوس يا شيخ، زي ما حصل في الكورونا مثلا.